هل كانت بلاد العرب مروجا وأنهارا؟ شبه الجزيرة العربية مهد الدعوة الإسلامية وموطن العرب الأصلي، مساحات شاسعة من الصحاري والكثبان الرملية إلا في بعض أجزائها القليلة، مناخ حار وأراض صحراوية قاحلة ومياه قليلة، فيما خلا بعض المناطق التي قام الإنسان باستصلاحها في المدن الحديثة. هل كانت شبه الجزيرة العربية ذات مناخ صحراوي كما هي اليوم؟ ذكر علماء الجيولوجيا أنه مر على كوكب الأرض عدة عصور سميت بالعصور الجليدية، كان آخرها منذ 10,000 سنة، وهو عصر تحولت فيه كمية من مياه البحار إلى ثلوج تراكمت في القطب المتجمد الشمالي، ثم أخذت هذه الطبقات من الجليد بالزحف نحو الجنوب مغطية نصف القارة الأمريكية الشمالية ومعظم قارة أوروبا كما ورد في الموسوعة البريطانية. تأثرت شبه جزيرة العرب بهذا الزحف الجليدي، فازدهرت الحياة النباتية وتوافرت المياه على شكل أنهار وينابيع، مما منح شبه الجزيرة العربية مناخا معتدلا ومطيرا. والدليل على وجود هذه الحياة النباتية هو ذلك الاحتياطي الكبير للنفط الموجود في شبه جزيرة العرب اليوم. فالنفط هو نتيجة تفاعل المواد العضوية النباتية الكثيفة والبقايا الحيوانية التي عرفتها الجزيرة منذ آلاف السنين، كما تم اكتشاف قرية الفاو في الربع الخالي في الصحراء السعودية تحت جبال من الكثبان الرملية. فقدر الجيولوجيون أن الصحراء العربية كانت أشجارا وأنهارا اندرست بفعل تغير المناخ بعد انتهاء العصر الجليدي. كيف سيكون مناخ جزيرة العرب مستقبلا؟ يشير الجيولوجيون اليوم إلى أن العواصف الثلجية التي تضرب أوروبا وأمريكا بين الحين والآخر هي علامة على بداية عصر جليدي قادم تعود بسببه شبه الجزيرة العربية إلى سابق عهدها مروجا وأنهارا. قبل اكتشاف هذه الحقائق العلمية ب14 قرنا قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، حديث صحيح رواه مسلم. في هذا الحديث وجهان من الإعجاز العلمي: أولا، تقرير الحقيقة التاريخية بأن شبه الجزيرة العربية كانت مروجا وأنهارا. ثانيا، أنها ستعود كما كانت من قبل. هاتان الحقيقتان اللتان يقررهما الحديث النبوي قد تعذر يومئذ تفسيرهما علميا حتى جاء علم الجيولوجيا الحديث كاشفا عن هذه الظواهر. وقد عرضت ترجمة هذا الحديث النبوي على واحد من أكبر الجيولوجيين في العالم وهو الألماني ألفريد كرونر، فكان رده ببساطة: إن هذا لا يمكن أن يصدر إلا بوحي. وقال في حديث متلفز: I think if you combine all these and if you combine all these statements that are being made in the Quran in terms that relate to the earth and the formation of the earth and science in general, you can basically say that the statements made there in many ways are true. They can now be confirmed by scientific methods. And in a way, you can say that the Quran is a simple science textbook for the simple man. And that many of the statements made in there at that time could not be proven, but that modern scientific methods are now in a position to prove what Muhammad said 1400 years ago.